السلام عليكم طلاب 102، الله يعطيكم العافية. موضوعنا حيكون الـ Area in Polar Coordinate، لكن في البداية راح نعطي مثال صغير نتحدث فيه عن Intersection in Polar Coordinate. يعني أعطيك معادلتين ونشوف بين Polar Curve ونوجد نقاط التقاطع. راح نوجد النقاط التقاطع بالطريقة التقليدية، نتعامل مع سيستم من المعادلات ونحاول نحله، ولكن راح نشوف الطريقة هذه ما بتأدي الغرض، ما نقدر نوجد من فعليا النقاط التقاطع. فنشوف المثال. في عندنا السؤال بيسأل find the points where the cardioids r equals 1 minus cosine theta and r equals 1 plus cosine theta where theta belongs to 0 to pi intersect. إذا عندنا two معادلتين لكارديويدز قلوب مر معنا في الفيديو السابق، r تساوي 1 ناقص كوساين ثيتا، والثاني r تساوي 1 زائد كوساين ثيتا، ومعطيني ثيتا تنتمي ل 0.2 باي. هاي لا تعني شيء كثير، لانه 0.2 باي هي نفسها لو كانت على الار، مجموعة اعداد حقيقية. تتذكروا لما كنا نرسم هذا الكيرف وهذا الكيرف، كنا نحاول نقول لك كيف نكتفي ان نرسم على 0.2 باي، ورسمتنا على 0.2 باي تعني انه رسمناها على مجموعه الاعداد الحقيقيه. فبدنا نشوف نقاط التقاطع. طبعا لانه بنعرف نرسمهم، اعطينا اشكال رسم اذا بتتذكروا في الفيديو السابق، فكانت الرسومات تكون بهذا الشكل. هون رسمت 1 ناقص كوساين ثيتا، وهذا الاقتران رسمة 1 زائد كوساين ثيتا، لأن 1 زائد كوساين ثيتا لو تبدأ فيه راح ترسم هون، كنا نرسم عكس عقارب الساعة، تتذكر نحدد النقاط راح يكون بهذا الشكل. من الشكل هون في عندي ثلاث نقاط تقاطع، 0 و 1، 0 و 0، و 0 و سالب 1. أوكي؟ لما بدنا نحل بالطريقة العادية نتعامل إنه في عندي سيستم من المعادلات، معادلة رقم 1 ومعادلة رقم 2 بنحلهم. فهون R و R بدهم لما يتقاطعوا بده يكون متساويات، يعني فواحد ناقص كوساين ثيتا تساوي 1 زائد كوساين ثيتا، بنحلها بنقل ناقص كوساين ثيتا للجهة الثانية، بصير عندي 2 كوساين ثيتا تساوي 0، هاي معناها كوساين ثيتا تساوي 0، هاي معناها ثيتا تساوي باي اوفر 2 او 3 باي اوفر 2. طبعا بتعوض الباي اوفر 2 سواء بالمعادلة الأولى أو الثانية، يعني هي نقاط تقاطع، فالآر حتكون قيمتها 1، ونفس الكلام لثلاث باي اوفر 2. ففي عندنا نقاطتين تقاطع هون، 1 وباي على 2، والنقطة الثانية 1 و3 باي على 2. 1 وباي على 2 هون، 1 و3 باي على 2 هون. إذا بدك تكتبها بالكارتيجن بتكون النقاط هي 0 و1 و0 وسالب 1. بس في نقطة ثالثة 0 و0 ما ظهرت، ليش؟ معنى 0 و0 الجسم الأول أو المنحنى الأول مر فيها والمنحنى الثاني مر فيها. شو السبب؟ حقيقة السبب إن ما ظهرت معنا إن الجسم الأول لو تخيلنا الجسم بلش يتحرك ونخيل ثيتا زمن، إنه لاحظ لما ثيتا صفر واحد ناقص واحد تساوي صفر، فالمنحنى الأول بمر فيها لما ثيتا صفر، لكن المنحنى الثاني بمر بنقطة الأصل، يعني بدي R صفر لما ثيتا تساوي باي، واحد زائد كوساين باي اللي واحد ناقص وزائد ناقص واحد تساوي صفر، فالجسم الثاني راح يمر لما ثيتا تساوي باي. فإذا الجسم الأول لو تخيلنا جسمين، الجسم الأول على الكيرف الأول راح يبدأ من نقطة الأصل، الجسم الثاني راح يبدأ عند ثيتا تساوي باي، من ثيتا تساوي صفر أيضا، لكن الجسم الأول راح يمر مرة ثانية، الجسم الأول راح يبدا من صفر وصفر، اذا راح ما يمر بالنقطه الاصل لما ثيتا صفر، لكن الجسم الثاني راح يمر بالنقطه صفر صفر لما ثيتا تساوي باي. فاذا لو تخيلنا ثيتا هي زمن، فانا راح يمر بزمنين مختلفات، وهذا بفسر انه ما ظهروا معنا بالمعادلات او بالحل المعادلات اللي فوق. اوكي؟ فلهذا السبب اذا الطريقه اللي فوق ما بنقدر نوجد من خلالها او ليست طريقه مثاليه ان نوجد نقاط التقاطع بشكل عام. طب كيف نوجد نقاط التقاطع بشكل عام؟ ممكن ترسمها زي ما رسمناها المره الماضيه، بعدين تشوف نقاط التقاطع من الشكل. ممكن تحولها بدلاله اكس وواي وتقاطعهم زي ما كنت قاطعهم تمام بدلاله اكس وواي. اوكي؟
طبعا لاحظ لانه الصفر وصفر ما مروا بنفس القيمه الثيتا، فبنحن بنحكي انه هون no collision takes place at the origin، ما فيش تصادم عند نقطه الاصل. طبعا النقاط اللي طلعوا فوق صفر وواحد وصفر سالب واحد بنحكي انه هون والله في تصادم، فالطريقه اللي فوق بتكون صحيحه لو سالني واعطيني نقاط التصادم find the collision. اوكي، لكن نقاط التقاطع ما اوجدت لي اياها كلياتها، انا هون اوجدت لي نقاط التصادم، لكن ممكن تكون نقاط تقاطع انه الجسم المنحنيين مروا فيها لكن في زمانين مختلفين، وشفنا انه هذا حصل مع النقطه صفر وصفر. طيب الان area and polar coordinates، لنفترض في عندي شعاعين ثيتا ايكوالز الفا ثيتا ايكوالز بيتا، وفي عندي بولار كيرف ار تساوي بي اوف ثيتا، فبدنا نحسب المساحه المنطقه هاي. كيف نحسبها؟ من خلال هاي الارقام، تكامل الاريا اختصرناها بحرف A تساوي تكامل من الفا الى بيتا. لاحظ الالفا القيمه الالفا الى بيتا الزاويه الاقل الى الزاويه الاعلى، طبعا في اتصال منها، يعني اتصال انه يعني خصوصا لما نحكي بالربع الرابع مثلا تكون هون الزاويه 5 باع 3 تريد هون تقول باي على 3 ما بصير كامل 5 باع 3 تبع 3، انا من الاقل للاعلى، فال 5 باع 3 بتسميها سالب باع 3 هاي اللحظه مثلا، ففي تواصل بيناتهم. لو كان عندي من الفا الى بيتا، تخيل انه في عين مشاهد هون عند نقطه الاصل، ففي عندنا P2 of theta أبعد من P1 of theta بالنسبة للرؤية. وبدك تحسب المساحة هاي المظلة باللون الأزرق نسميناها أوميجا. فالقاعدة حتكون بهذا الشكل. Area تساوي، ناسي كاتب تساوي هون، تكامل من ألفا إلى بيتا نص P2 of theta square ناقص P1 of theta square. الأمثلة حتتوضح أكثر. Find the area enclosed by the cardioid R equals 1 minus cosine theta. تعرفوا هذا الكارديويد ورسمناه المرة الماضية ومر معنا كمان قبل شوي لما حكينا عن التقاطع. فهذا لما ترسمه حيكون بهذا الشكل. لاحظ حتبدأ من theta صفر، فأنت لما ترسمه لاحظ pi over 2 pi 3 pi over 2 2 pi. فأنت هذا الشكل راح تغطي الري راح تكون من الفا صفر لبيتا 2 باي، فانت حتكامل من صفر ل 2 باي. فتحسب مساحه القلب احنا الان مثلا. فالاريا حتكون مثل ما حكينا تكامل من صفر ل 2 باي نص، هاي بتسد محل بي اوف ثيتا القاعده العامه، فبصير واحد ناقص كوساين ثيتا لكل تربيع دي ثيتا. الان بتكامل التكامل العادي. هاي واحد ناقص كوساين ثيتا تكامل كوساين تربيع زائد سوري هنا بتفك التربيع، واحد ناقص 2 كوساين ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا. كيف كنا نكامل كوساين تربيع ثيتا؟ كنا نكتب المتطابقه هاي نص في واحد زائد كوساين ثيتا، فصار كل الحدود سهل تكاملها، بالاخير بتطلع الجواب معك 3 باي على. مثال اخر بدنا find the area of region within the circle r equals 2 كوساين ثيتا and outside the circle r equals 1. هذا الشكل. لاحظ عندي R equals 2 cosine theta رسمناه في الفيديو السابق أو بالقبل السابق، لأن أعطيتك معادلة بحولها لX وY، فكان ده مركزها 0 و 1 1 و 0 ونص قطرة 1، وبالفيديو السابق قلنا لكم هاي أحد أشكال الدوائر، وأيضا R تساوي 1. فبدنا المساحة اللي بتكون داخل R تساوي 2 كوساين ثيتا وبنفس الوقت خارج R تساوي 1، فهي منطقة مظللة باللون الأزرق. فواضح بدك توجد نقاط اللي هون تصادم هون وهون عشان هاي تكون ألفا وهاي بيتا. طبعا بالشكل نسميها 5 باع 3 بس ما حتكون ألفا، لأن أنا بدي ألفا وبيتا في تواصل بيناتهم، ما بقول من 5 باع 3 لباع 3، فهاي حتكون سالب باع 3. على كل حال كيف نطلع سالب باي 3 وباي 3 اللي هي نقاط التصادم اللي بين 2 كوساين ثيتا والار تساوي 1.
فبحكي 2 كوساين ثيتا يساوي 1، اذا كوساين ثيتا يساوي نص. متى كوساين ثيتا يساوي نص؟ اذا ثيتا يساوي زائد ناقص باي على 3. فالاريا النص تكامل من سالب 4 3 3 الابعد تربيع ل 2 كوساين ثيتا الكل تربيع ناقص الاقرب تربيع 1 تربيع اللي هي 1 دي ثيتا. لما تحسب بيكون بهذه الطريقه. ممكن في واحد خصوصا للي بتخربطوا يعني من سالب 4 3 تكامل 5 4 3 انه يقول لك لا ما هو في سيمتري بالمنطقه اللي فوق واللي مع اللي تحت، فممكن احسب المساحه اللي فوق واضربها بالاثنين. المساحه اللي فوق بتصير بدك تكامل من 0 الى باي على 3 وتضرب المساحة كلها باثنين، فلاحظ اثنين نص تكامل من صفر لباعه ثلاث، نفس الشيء الأبعد تبعيد، طبعا هنا في خطأ مطبعي اللي هي اثنين كوساين ثيتا الكل تربيع مش اثنين كوساين، فغيصلحوها إذا سمحتوا ناقص واحد، فأنا لازم هاي المعادلة ننقلها هون، ففي خطأ مطبعي. معذرة. مثال آخر. Find the area of the region between the inner and outer loops of the limicon R equals 1 minus 2 cosine theta. هذا رسمناه المرة الماضية. كان في عندنا inner loop و outer loop. ال inner loop إذا بتتذكروا لاحظ إحنا مرتبطين مع الرسم كان لازم أرسم بالبداية. فإذا بتتذكروا كنا نرسم من صفر لباي على ثلاث، من باي على ثلاث لخمسة باي على ثلاث، بعدين خمسة باي على ثلاث لاثنين باي. أوكي بدنا نحسب المساحة بين ال inner والأباتر. إذا بدك كامل من باي على ثلاث لخمسة باي على ثلاث بعطيني المساحة كاملة مع ال inner. بدك تشيل الانر. الانر بتغطيها ممكن اقول من صفر لباي على ثلاث واضربها باثنين لان حتى في عندي جزء علوي. اذا كيش تضربها باثنين بقول من صفر لباي على ثلاث وعندي كمان من خمسه باي على ثلاث لاثنين باي. فاحنا حتى لانه في تماثل ممكن اقول من صفر لباي على ثلاث واضربها باثنين. فاذا لاحظ هذا اللي راح اعمله. لاحظ انه نص كملت من باي على ثلاث لخمسه باي على ثلاثه هون حسبت كامل الاوتر. واحد ناقص واحد. بعدين ناقص عشان اعمل بس اللي تحت اللي هي 2 في نص من تكامل 0 4 3 1 ناقص 2 كوساين ثيتا الكل تربيع دي ثيتا. عمليه التكامل انا بفترض انها تكون سهله عندك تعرف تحسبها بالاخير حيطلع معك الجواب بهذا الشكل. اذا لاحظ احنا عم نرتبط شغلنا بالرسمه. فانا الجزء العلوي الازرق مع الابيض بقدر اكامل 4 3 5 7 3 بس اشيل الابيض. فشيل ابيض كاملت من صفر لباعه ثلاث فانا اخذت الجزء الاصلي اللي تحت الابيض اللي تحت الاكس اكسس وحتى اخذ اللي فوق ضربته باثنين وهذا طرحته من التكامل الاول. مثال اخر. Find the area of the region between r equals 3 over 2 minus sin theta and r equals 2 sin theta. طبعا 2 sin theta هي دائره من الفيديو السابق. R تساوي 3 على 2 ناقص ساين ثيتا هو عبارة عن ليمكون. طبعا هذا كونفكس ليمكون. لا مش كونفكس ليمكون. هذا ليمكون with a dimple. ليمكون with a dimple. لأنه A على B أقل من 2 وأكبر من 1. أوكي. إذا شو اللي راح يطلع معنا لما ترسم بهذا الشكل. هاي 2 ساين ثيتا إلى آخر. لاحظوا أنت الآن وأنت تكامل في عندي ثلاث مناطق. لانه بدك بيناتهم هاي المنطقه يعني. بس في عندي ثلاث مناطق في منطقه صغيره اذا بتشوفوها هون وهاي المنطقه اللي فوق ومنطقه صغيره هون كيف ممكن اكامل؟ فلاحظ انا ممكن اكامل من صفر لباي على سته وهون راح اشتغل مع الكيرف اللي هو ايش؟ 2 ساين ثيتا. هلا من باي على سته لخمسه باي على سته اللي راح يشتغل معي 3 على 2 ناقص ساين ثيتا. بعدين من 5 باي على 6 الى باي راح يشتغل عندي مره اخرى اللي هي 2 ساين ثيتا. او ممكن احسب اليمين واضرب 2. كيف احسب اليمين واضرب 2؟ انها كامل من 0 لباي على 6 اللي هي 2 ساين ثيتا ومن باي على 6 الى باي على 2 اللي هي 3 على 2 ناقص ساين ثيتا. اشوف شو اللي كتبته هون. طبعا هون بدي اطلع انا كيف طلعت انه باي على 6 هاي 5 باي على 6. يعني انت لاحظ بعد ما ترسم بدك تحدد نقاط التقاطع. فكيف حددناهم هذول؟ ليه تقاطع تو كيرفز 3 على 2 ناقص ساين ثيتا تساوي 2 ساين ثيتا. بتحل ساين ثيتا تساوي نص فثيتا بالربع الاول والثاني باي على 6 و5 باي على 6. وكيف راح نكامل؟ لاحظ انا واضح ان اتخذت استفدت من السيمتري.
فأنا هون كملت من صفر إلى باي على ستة وضربته باثنين، فاثنين في نص بتروح بتصير تكامل صفر باي على ستة، اثنين ساين ثيتا تربيع دي ثيتا، ونفس الشيء من باي على ستة إلى باي على اثنين وضربته باثنين اللي هي اثنين في نص. ولاحظوا هنا لازم في قوس أحطه هون كامل مع القوس هذا، يعني اثنين ضربناه كمان هون اللي باي على ستة باي على اثنين دي ثلاثة على اثنين ناقص ساين ثيتا الكل تربيع دي ثيتا، إذا في قوس ثاني لا تنسوه. بالأخير تحسب بيطلع معك هذا الناتج. ما بدك تستفيد من السيمتري مثل ما حكينا لك تقسمها ثلاث مناطق. طبعا كيف حددت هذا التقاطع؟ اني ساويت، وهذا بنحكي عن تصادم، نقاط التصادم فعليا اللي بوجدتهم هون هم نقاط التصادم. مثال اخر، find the area inside the circle r equals 4 and between the lines theta equals pi over 2 and r equals 2 secant theta. تعرفوا theta equals pi over 2 اللي سابقا y axis. ال r equals 2 secant theta معناته x تساوي 2. Inside r equals 4 يعني لاحظ هاي r equals 4 هذا ال y axis هاي x فنحكي على المنطقة هاي. Between the line theta واضح انت الان بدك توجد التقاطع هذا وهذا، في عندي نقاط اللي هي تصادم اللي بين 2 secant theta وبين الاربعة. هذا اللي عملته 2 سيكنت ثيتا يساوي 4 فطلع عندي قيمتين زائد ناقص باي على 3. الان بدك تحسب في طريقتين، اذا بدك تستفيد من السيمتري ممكن تحسب المساحه اللي فوق وتضربها باثنين. هذا اللي عملته ممكن. نعم 2 هذا اللي عملته 2 في نص. فانا عملت اللي فوق، هلا اللي فوق في جزئين، الجزء الاول اللي هو من 0 الى باي على 3 وهون تحسب 2 سيكنت ثيتا لكل تربيع. الجزء الثاني من باي على 3 لباي على 2 اللي هي هون تحسب 4 تربيع دي ثيتا. لاحظ 2 مع 2 بتروح، 2 مع 2 بتروح، 2 سيكنت ثيتا لكل تربيع اللي هي 4 سيكنت تربيع، تكامل 4 سيكنت تربيع سهل، طلع 4 برا، تكامل سيكنت تربيع تان ثيتا فسهله، تكامل 4 تربيع 16 كمان سهله، فايضا حسابه سهل هذا التكامل. وبالاخير تطلع معك الجواب هو الاريا المطلوبه. هذا ما لدينا هذا اليوم، وهذا راح يكون ان شاء الله اخر فيديو متعلق بمحاضرات الماده في هذا الفصل. يعطيكم العافيه والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.